عليك أناس؟ هلأ أمي بتكون قلقانة كتير مو؟ أنا وأسيل كنا عارفانين إنك هيك رح تفكر واتفقنا إنه نخبرهم. لا تخاف بتكون خبرتهم أسيل. عجلو نعم صايرين أنت وياها بتفهموا على بعضكم عالطاير. كيف دبرتوا كل هالشي خلال دقيقتين وما انتبهت؟ إيه أسيل هيك عطول بتفكر بكل شي. أنتوا بس ببعضكم ما بتعرفوا تفكروا؟ ولا ليش هيك عم يصير معكم؟ من جهتي كل الوقت أنا عم فكر فيها، بس في شي جواتي عم بيقلي إنه هذا غالب خطير وعم بيفكر يأذي أسيل. قصدك الحاسة السادسة مو هاي؟ شو هاي؟ لك الحاسة السادسة يا ابني، مو كان في فيلم هيك اسمه؟ لسه بدك تصير مخرج كمان؟ لك تضرب بعرفه، وبعدين الحاسة السادسة عندي قوية كتير. بس بدك تدير بالك ما تطلع مثل يلي بالفيلم. كيف يعني؟ بتتذكر بروس ويلس كان معتمد على طفل عنده الحاسة السادسة وعم يساعد الأموات، وبعدين بآخر الفيلم تاك طلع الأخ ميت من الأصل. يا ريت الحياة بتكون مثل الأفلام يا صافي، كنا قدرنا نفهم كل شي بسهولة. ليش أنا عم غار على أسيل؟ وأسيل شو بده من هالولد؟ ويا ترى هو على شو ناويله؟ كنت قدرت أفهم كل شي بسهولة. عم تفهمني؟ صافي؟ مرحبا يا بنت، انا صديق والدك، انا رح اخدك من المدرسة اليوم. انتو ما بدكن تبطلوا هالحركة؟ انا ما بطلع مع واحد ما بعرفه. بس ابوكي عطاني اياكي ورح تصيري مرتي. اتركني اترك. ايه تعي لهون تعي، طلعي بالمنيح لا تخليني استخدم اسلوب تاني. اتركها لبنتو. لا شو لك؟ بالضبط مثل ما سمعت، ما عرفتني؟ رح ساعدك. انا انس. انس يا قلبي ليش لابس هالجاكيت ونحن بعز الصيف؟ شلحه هلا بتشوي. اسف يا عمري ما بقدر اشلحه، ما بقدر كون ضد فلسفة ماتريكس. إلا نشوف شو رح يعمل لك هالجاكيت. انتبه انا متحول لماتريكس، مسدسك هاد ما بيأذيني ابدا. قلت لك اترك البنت، بس للاسف ما فهمت علي. مثل ما بدك. أنا هون يا ماتريكس. أنا صرت هون. عملك انتبه رح يحصل. طلع فيني. شوف شو أنس يلا هروب. أنس هروب من هون. شوف شو صار يا أنس. أنس أنا هون. أنس أنت تبهدلت. أنس ما فيني هروب من هون. أنس انتبه عم يحاصرك. أنس ليكني شوفني وين صرت. أي أنس والله لهون. أنس هروب رح يحاصرك. هروب. ما تحاصرت. لا ما تحصرت. لك كمان بتحكي وانت نايم. انا سقوم خلصني، انا محصور. ماني محصور. ش هي هي هون. قد الساعة؟ صارت الساعة 7 الصبح. انا كتير محصور. انا سقوم ما عاد اقدر امسك حالي مشان الله. يعني قوم اخذك لحتى تعملها. انا لا تعمل لي حالك مالك فهمان. طيب بركي فق حدا من اهلك وشافني هون. اوف منك اوف. يلا استعجل. تعال يلا فوت لهون، ما تحصى جوا. بس شو بدك ماما؟ شو هالصوت؟ صاير عم تدخن مو هيك؟ استعجل شوي خلصني. لك خلصني بقى شو نبع؟ يلا.
افتح لك افتح. قال انا افتح لي.